شو عم بيصير بالأكاديمية؟ نحن بحلم أم علم؟ ليش انقلبت الأدوار؟ لحظة، الأساتذة بغير صفوف ودروس بغير محلة والطلاب ضاعوا؟ يا الله شو عم بيصير هون؟ شو عم بيصير يا جماعة؟ ما بعرف، للصراحة كنا كلنا ضايعين. إيه اليوم الملخبط ده؟ إيه اللي بيحصل؟ في شيء غريب في الموضوع. نهار؟ واو، خير النهار كله مخربط اليوم. شو بالنهار؟ شو عم بيصير؟ قرب قرب لعندي هون لحتى أشوفها. وافتح. نزلنا على صف مدام ماري، فجأة بنلاقي أستاذ ميلاد. كنا مصدومين. ليه مأخر ابني على الصف؟ سوري مدام ماري. يا مش معقول كان الموضوع. أساس صف أستاذ هادي، فجأة منلاقي مدام ماري. Me down, step in my face, slamming my name all over the place. Do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes and don't you. ماشي سهلة مدام ماري، علمتنا دي با تاع روك اند رول. منظرها كثير كيوت. حتى هي وعم ترقص يعني، هي الشقلة فتحة التم، هي وعم ترقص يعني. ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعم؟ ايه اللي بيحصل ده؟ أشطر مني طلعت بكتير. كانت بزاف كيوت. هلا رح تعمل سبار لدرجة إنه رح تنام طبش. نهار كتير يعني بشربك، يعني في شيء غريب. نفس. أوكي، فضوا من البطن، خليكم مجالسين كلكم. ما عملتنا سبور عادي، عملتنا سبور على طريقتها. مش مشي بعد برمي، وبتوقفوا كلكم قدامي بليز. وقبل النوميناسيون كنا خيفانين كثير، طلعت لنا مدام بيتي في مكان درة. ياي شو بحبكم مدربعين وخايفين. قاعد تبيض طناجر، وقفة ثقافتك على الزيتونة عيني. عم بتذكر منظرها هلا. اوكي ما شديلي حالك بقى، ما بتعرفي تتحركي من دون ما ترقصي عيني؟ مش مستوعب انه كل نهار بشقلب. ست انا يعني على كله نظام وقفوا اشرفوا على التمبو حتى بنعرف اشرفوا. 1 2 اوفر تو ماتش يا مدام ماري بجد. صراحة استاذ ميلاد انت فاشل في الفوكاليز. كل شيء بنعلمكم وبنشتغل عليكم وبنتعب عليكم. فيكم تقعوا على السبعة تتروقوا. نروح على الصيد قبل. يا عيني يا مدام ليسلي. ولا نفتح تمنا قد ما فينا بدنا نكون كمان نايمين منيح. يا ريت كل استاذ بيرجع لمهنته غير مدام ماري. يا الله.